le Maroc est plus. إذا حنا اليوم كنوقعوا في وزارة الصناعة والتجارة في إطار تعاون لتنمية كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة في قطاع النسيج والجلد. هذه الاتفاقية بين وزارة الصناعة بين لا سوسيتي فينونسيير انترناسيونال اف سي وبين الفدرالية الوطنية لصناعة النسيج الهدف ديالها هو مواكبة شركات القطاع على الصعيد التقني وعلى الصعيد ايضا المالي باش هاد الشركات يقدروا تكون يعني يكون واحد التنمية ديالهم في اطار التنمية المستدامة. وايضا تم التوقيع على واحد الاتفاقية اللي هي الاول من نوعها في المغرب. هذه الاتفاقية اللي هي اتفاقية استثمار مع شركة روسيكلادوس اللي غادي تكون اللي غتمكن من الانتاج ديال الفيبر والخيط والثوب يعني بواحد الطريقة مستدامة. وهذه الاتفاقية اللي هي بميزانية 695 مليون درهم اللي غتحقق 245 منصب شغل مباشر و 6000 منصب شغل غير مباشر هي مهمة وغتعطي واحد الدفعة يعني ليكوسيستم تكستيل المغربي باش ان شاء الله الشركات يعني مشاريع استثماريه اخرى حنا كنخدموا عليها غتجي ان شاء الله في المستقبل القريب باش هذا القطاع النسيج في المغرب يبقى في يعني على الصعيد العالمي كقطاع مستدام ونفتحوا اسواق جديده ونخلقوا فرص شغل اكثر. احنا اليوم وقعنا على اتفاقيه مع الاي اف سي ولاميت ووزارة الصناعة والتجارة باش نديروا استثمارات في قطاع النسيج. هذا الاستثمار غادي يمكن منطقة طنجة من توفير 6000 منصب شغل والكلفة المالية ديالو غتكون ان شاء الله 695 مليون ديال الدرهم. شركة إسبانية اللي غادي تستثمر في تدوير الملابس المستعملة باش نستمروا في قطاع الغوسيكلاج.